In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear viewers of the EEC, Egypt Educational Channel, a new edition of your English program, School on Air. حبيت طلاب الثانوية والعامة والأزهر حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. كالعادة بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ إيمان المصري معلم اللغة الإنجليزية وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا مس إيمان، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك مستر محمد and welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful to you. Dear students, today Ms. Iman and I are going to study Unit 16, الوحدة 16, entitled The Importance of Trees, أهمية الأشجار. وأكيد الوحدة مهمة جدا لأن طبعا فيها درس مهم جدا هو درس الجرامر اللي هو Conditionals أو قاعدة F الشرطية. وأكيد زي كل مرة إحنا بنبدأ دايما بـ Language Notes أو Language Functions اللي هي الوظائف اللغوية الموجودة في الوحدة بتاعتنا النهاردة، وهي طبعا حاجة بسيطة جدا اللي هي How to Give Instructions، إزاي نعطي التعليمات. If I ask you, Ms. Iman, how to make tea, for example, somebody asks you how to make tea. تمام. يعني ممكن نقول إيه؟ تفضل. طبعا علشان نعمل الشاي مثلا, very simple instructions, ولكن نحط في بالنا في الأول إن إحنا نستخدم الـ imperative form كتير. إن إحنا ممكن نستخدم فعل الأمر كتير أو صيغة الأمر. فهنقول لازم نعمل sequence كده للأحداث أو للـ instructions اللي بتتم. فنبتدي بالسيكونس ده او التسلسل ده, نقول اول حاجه first of all او first, وبعد كده هنقول السنتنس بتاعتنا في الامبيراتيف فورم. يعني نقول مثلا first of all put some water in the boiler او put some water in the teapot, يعني هنحط شويه ميه في التيبوت او في البويلر. Then put some tea in the cup of tea, هنحط شوية تي في المج أو الكاب اللي هتشرب فيه. After that, بعد كده you put enough sugar, هتحط كمية سكر مناسبة. You put, ممكن بقى نقول بعد كده then أو next علشان نكمل السيكونس, هنقول next boil the water, بعد ما نغلي المية. Finally, بعد طبعا غلي المية هنقول finally put the water in the cup, هتحط المية في الكاب, وكده احنا نبقى عملنا الكاب of tea. Then we stir, بقى لازم نقلب stir بقى طبعا, لأن احنا كده خدنا وقت طويل في عمل الشاي. Okay, the students, زي ما شفنا كلام سيمان نشكرها, قالت لنا ازاي يعني في اي توبك, يعني في اي موضوع لو انا بدي instructions تعليمات نخدنا بشيء بسيط جدا. على فكره ما استغربوش السؤال ده, how to make tea, ده جه طبعا قبل كده ثانويه عامه, كان لما كان في situations how to make tea the English way. Anyway, as Miss Iman said, احنا بنستخدم دايما زي ما قلنا اللي هي steps معينه, قلنا مثلا كلمه first, بعد كده مثلا then, at this point, في النقطه دي, finally, في النهايه, وهكذا. يعني if you wanna phone somebody abroad, عايز اتصل بشخص مثلا في الخارج, نفس الستبس هقول مثلا فيرست وهقول اعمل كذا. على فكره ما حسبناش ابدا على فكره ان انا هكتب ايه وما اكتبش ايه, الفكره بس يكون في ترتيب. يعني النقاط المهمه في الموضوع هي كلمه فيرست, كلمه then, تي اتش اي ان, ثم, وبعد كده كلمه at this point, في هذه المرحله او في هذه النقطه, وبعد كده مثلا كلمه finally, في النهايه. تعال نشوف على الشاشه عندنا الموضوع اللي بنتكلم فيه. هنلاقي عندنا على الشاشه بيقول لي unit 16 as you can see, وعنوانها طبعا The Importance of Trees, أهمية الأشجار. طبعا ده موضوع مهم جدا. مرة تانية كلمة The Importance, وانت شايفين طبعا ده الناون لأن الصفة نفسها كلمة Important اللي هي مهم. في الانجليش فانكشنز أحبائي you can see the giving instructions, إعطاء تعليمات. بنعمل إيه بقى في التعليمات؟ قلنا بنستخدم تعبيرات معينة زي كلمة First of all, يعني بداية أو في بادئ الأمر, وبعد كده at this point, عند هذه النقطة أو في هذه المرحلة, كلمة then, كما, ونكمل نكتب, وفي الآخر بقول كلمة finally, في النهاية. وإحنا زي ما قلنا لكم كتير قوي إحنا بنستخدم التعبيرات دي أصلا لما بنكون بنحل دايلوج أو محادثة, وطبعا عارفين المحادثة على 6 درجات, فالتعبيرات اللي زي كده بتساعدنا في كتابة المحادثة أو حتى كمان في الموضوع اللي هو موضوع الكمبوزيشن. لو شفنا مثلا example Miss إيمان اللي هو موجود عندنا في كتاب الورك بوك, we'll choose the correct words. A بيقول I want to make tea the English way. What يا ترى هنعمل choices, should ولا would I do? What should I do? Yes, يبقى لما انا بسأل شخص بقول what should I do, ماذا علي ان افعل. هنا asking for
advice طلب نصيحة. رد علينا ب فبيقول لي يا ترى next ولا first of all boil some water. طبعا first of all boil some water. Yes. يبقى بداية أنا أقول كلمة first. بعد كده بيقول لي then what. Put some tea into a pot. وانت عارفين طبعا put اللي هو الإناء. Finally ولا next pour the boiling water on the tea. لو دي آخر خطوة. ايوه كنا قلنا فاينلي. نختار فاينلي. لكن بما انها مش اخر خطوة. ولكن بما انها مش اخر خطوة فاحنا هنقول next pour the boiling water on the tea. تمام. هنلاحظ كمان كلمة boiling صفة لكلمة water يعني الماء المغلي. Yes. او اللي بيغلي بمعنى صح. Can you drink it now? طب نشرب دلوقتي؟ قال لنا no. At this point ولا at this time you should just wait. At this point في اللحظة دي. ايوه. You should just wait. تمام. How long should I wait before I can drink it? انتظر قد ايه لغاية لما اشربه. Yes. نقول مثلا it's you can wait for a few minutes. Yes. Wait for 3 or 4 minutes. لما نقول بقى من الأفضل كنصيحة it is a good idea or it is a good thought. It's a good idea. Yes. To wait, to wait for three or four minutes. يكون الشاي بقى برد خالص. The tea tastes bitter if you wait. Okay. تمام. ده كان يعني جزئية ان احنا نستخدم او نتكلم ازاي عن ان احنا نستخدم giving instructions اعطاء التعليمات واحنا خدناها في شكل يعني حوار بين اتنين بيتكلموا عن how to make tea. اوكي. طيب هنعمل ممارسة اكتر او تمرين اكتر على الديالوج بما ان هو طبعا موضوع مهم جدا في الامتحان وعليه كمان 6 درجات. فهنشوف محادثة دلوقتي مع ميس إيمان والمحادثة طبعا مطلوب مننا نفكر وندي زي ما احنا بنقول the shortest and the simplest answer أبسط وأقصر إجابة على أساس ناخد الفول مارك. أوكي تعال نشوف على الشاشة عندنا بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. الحوار دايما بيبقى دايما مديني هيدور ازاي يعني فبيقول لي a passenger is taken to the chicken official at the airport. passenger أحد ركاب أو traveler مسافر is taken to بيتكلم مع the chicken official at the airport مع الموظف المسؤول عن الفحص أو المراجعة في المطار. فعندنا مسز إيمان عندي passenger وعندي official. يا ترى اتفضل. طيب good morning is this هنشوف على الشاشة نتابع على الشاشة معلش تاني عشان نقدر نقرأ الحوار لأن مسز إيمان بتقرأ من خلال monitor. Yes. Good morning. Is this the chicken for the Saudi Arabia flight? Yes, sir. Oh, yes, ma'am. Oh, yes, madam. طبعاً the passenger سأل سؤال عشان نعرف نجاوبه لازم yes. نقرأ الـ answer. The official قال له yes. Mm-hmm. It will be leaving at 11:15 instead of 10:20. Okay. هنقول مثلاً is there any delay in the flight? Yes. Is there any delay? Is there any delay for the flight? هل في تأخير بالرحلة طبعا؟ لأن كان الإجابة بتاعت official بيقول له it will be leaving. هي المفروض إن طبعا لو هي الموعد الثابتة بنقول it leaves عشان ممكن حد يكون يسأل. It leaves at 10:20. يعني the flight to Saudi Arabia takes off بتقلع at مثلا 10:20. ولكن هنا طالما ان ده ميعاد استثنائي نغير الميعاد مش من 10 وثلث هتبقى مثلا 11 وربع يعني قلنا it will be leaving. It will be leaving اللي هو future continuous. فمس ايمان بتقول لنا is there any delay? Is there any delay? D-A-L-A-Y. هل في تأخير؟ قلنا لها yes it will be leaving at طبعا اتن عايدة على the plane أو the flight. اوكي؟ طيب قالت لنا سؤال فقلنا لها bad weather. Why ممكن why. أقول why بس وأسكت تمام. Why دي إجابة كاملة ما فيش مشكلة خالص. أو what's the reason. What is the reason. طبعا قلنا لها أو what is the cause of مثلا the delay. Yes, yes. قلنا لها bad weather كإجابة. طيب بتقول لنا I see I'll just wait in the departure hall. كلمة departure hall أحبائي اللي هو صالة المغادرة. وعندنا كمان كلمة arrival A-R-R-I-V-A-L arrival اللي هو صالة الوصول. فقلنا لها can I see your passport? Sure, here you are. Yes, sure, here you are. تفضل. فسألنا سؤال قالت I have two suitcases. Can I take this handbag? يبقى
How many bags do you have? أو how many suitcases do you have? فبتقول لي I have two suitcases. كلمة suitcase كلمة bag. Can I take this? تفضلي. Can I take this handbag on the onto the plane? طبعا. Yes, sure. طبعا. Official. فبهنا بيقول لي I don't think I have extra weight. طبعا ممكن أقول yes, sure. طبعا. ولازم أحدد بقى أقول in case you don't have or any if extra. You don't have any extra weight. If you don't have any extra weight. تفضل. بقول ممكن نقول let's check if you have extra weight. Yes. فهيقول I don't think I have extra weight. Yeah. أو let's see if you have any extra weight or luggage. Have a good flight. اتمنى طبعا اكيد رحلة كويسة. Have a good flight, sir. طبعا thank you very much. احنا اللي شاكرين جدا مس ايمان. شكرا. شفنا طبعا يعني يا ترى في المحادثه زي كده مس ايمان يعني عايز نصيحه للطلبه تعاملوا مع السؤال ده واحنا قلنا طبعا 6 درجات من 50 مهم جدا. نصيحتك ايه في التعامل مع المحادثه ويستعدوا ازاي من دلوقتي عشان نحل محادثات اكتر ونضمن الدرجه باذن الله في الامتحان؟ اتفضل. نستعد من دلوقتي بان احنا نعرف اكسبريشنز كتير, نذاكر اللانجوج فانكشن كتير ونعرف ازاي نقول السؤال ونقول الاجابه, نعرف كلمات كتير, نحفظ كتير فوكابلري, بلس كمان ان احنا نحل بقى كتير محادثات في مواقف مختلفه علشان نكون اتعرضنا لكيفيه عمل السؤال, كيفيه الرد على اجابات معينه. في حاجات اسمها language chunks, يعني حاجات كده من اللانجوج بتبقى تركيبه على بعضها محفوظه, بتبقى موجوده وثابته في حاجات كتير او في مواقف كتير. زي مثلا لما حد يسالني سؤال تكون الانسر بتاعتي certainly او sure, او حد بيطلب مني اديله حاجه اقول here you are. دي حاجات احفظها, دي بوينت. البوينت الثانيه وقت الامتحان بقى وانا ببتدي احل السؤال بتاع الدايلوج لازم احط في بالي ان انا اقراه كله الاول قبل ما ابتدي اجاوب اي جزئيه ناقصه, حتى لو انا متاكد من الاجابه, لان ممكن جدا يكون طريقه تفكيري في الاجابه مختلفه او اللي انا توقعته مختلف عن اللي اوريدي مطلوب في المحادثه. فلازم ناخد في بالنا او نحط في الاعتبار ان احنا نقراها كلها الاول, نفهم السيتويشن كله متكامل, ونبتدي نشوف يا ترى السؤال ده كان بيسال عن ايه, هعرف منين, هعرف من الاجابه اللي بعده والموقف اللي قبله, وكله بيكون مترابط مع بعضيه. Thanks a lot, Mrs. Iman. طبعا شاكرين جدا على النصائح دي. شكرا. وزي ما قلنا الوحده بتاعتنا بتتكلم على the importance of trees, اهميه الاشجار. تعالوا نشوف كده النص بتاع الريدنج بتاعنا ونستعد على اساس ان احنا هنسالكم طبعا مجموعه من الاسئله. نبص مع بعض على الشاشه. بيقول لي reading text, النص بتاع القراءه بتاعنا. لو سالنا سؤال why do we need trees, احنا ليه محتاجين الاشجار؟ لو احنا عملنا برين ستورمنج كده عصف ذهني وسبناكم شويه احباء الطلبه وعشان تجاوب على السؤال بتاعنا why do we need trees, خلوني اسال مس ايمان why do we need trees do you think مس ايمان؟ Trees are very important for the environment, it keeps our environment clean. الاشجار بتحافظ على انها تخلي الانفايرمنت very clean. A very important point that you mentioned, نقطه مهمه جدا قلتيها, ان هو trees help the earth to breathe, يعني الأشجار بتساعد الأرض تتنفس. Because trees take in carbon dioxide, بتمتص ثاني الكربون وطبعا and give out, بتدينا أكسجين, ومفروض الأكسجين طبعا يعني helps أو they help, الأشجار بتساعد طبعا stop global warming, الاحتباس الحراري. أكيد طبعا نقطة مهمة جدا, لكن طبعا there are many uses for trees. اكيد في انواع كثيره جدا او استخدامات كثيره جدا جدا للاشجار. Like what again? Like for example making paper. احنا ممكن ناس تستغرب ان الورق مصنوع من الاشجار, من خشب الاشجار بنقدر ان احنا ننتج الاوراق. كمان we can make furniture, ممكن جدا ان احنا نصنع الفرنتشر او الاساس بتاع البيت, ده كله بيتعمل من الاشجار. Yes. وكتير جدا من استخدامات اخرى يعني. طيب تعال نشوف بقى الاستخدامات التانية دي بالاضافه الى ميكنج بيبر اللي هو صنع الورق, طبعا يعني تخيلوا بقى من غير ورق ممكن نعمل ايه, وكمان ميكنج فرنتشر عمل الاثاث, وعارفين كلمه الاثاث كمان هي سنجلر مفرد, ما قلتش فرنتشرز مثلا زي بالظبط كلمه بيبر الورق, ولاحظتوا كلمه ميك مع كلمه بيبر ما قلناش كلمه دو مثلا. هنشوف استخدامات تانية كتير جدا طبعا اكيد في النص اللي هنشوفه حالا على الشاشه. بيقول لي if you ask
people, why we need trees. Most of them will answer, we need wood from trees for, بنستخدمه, building houses, بناء المساكن. We get fruit and nuts, نحصل على ثمار الفاكهة, nuts from trees. كلمة نص طبعا كلمة شاملة بقى الجوز وال احنا خسرنا كل بقى وكده كل سنة we make paper out of wood from trees. كلمة أكيد make paper out of, out of بتساوي كلمة from, بنصنع الورق من الأشجار أو من خشب الأشجار from trees. We can use wood as a fuel, نستخدمه كمان كوقود for cooking and heating, يعني للطبخ والتدفئة. Recently, people have added a more serious reason to this list. الناس في الآخر طبعاً أضافوا أسباب أو سبب هام جداً للقائمة بتاعة استخدام الأخشاب اللي هي ذكرتها بس إمام بالفعل قالت لي trees help the earth to breathe, اللي هي الأشجار بتساعد الأرض في إن هي تتنفس. Or they protect us from global warming, بتساعدنا في الاحتباس الحراري. قبل نتكلم على الشجر اكتر واكتر بس ايمان تعالوا نبص على الصوره اللي هي موجوده عندنا على الشاشه. عايزكم تركزوا قوي يا احبائي, هنشوف كده الجزء الاسفل في تحت الارض اللي هو the roots. roots اللي هي الجذور, لان هيسالني على اجزاء الشجر نفسها او parts of a tree. roots اللي هي الجذور اكيد طبعا they hold the tree firmly, يعني بتمسك الشجرة, ده بالإضافة اللي هي support the tree أو takes in, بتمتص كمان اللي هي المينرالز والواتر ويتوصلوا طبعا لباقي أجزاء الشجرة. عندنا الجزء الخشبي في الشجرة اللي هو trunk. trunk أحبائي هنا مش معناها بقى زلومة الفيل بقى, لا معناها الجزء بتاع الشجرة. تمام, جزء الخشبي ده زي ما شايفين في الايه في السهم كده trunk اللي هو جزء الشجر. طيب شفنا كمان الغصن أو الفرع, كلمة branch, branch فرع أو غصن. وشفنا الورقة الواحدة باسمها leaf L-E-A-F والجمع كلمة leaves الأوراق. الجزء طبعا اللي فيه أوراق وفيه الأغصان ده بنسميه crown اللي هو التاج بتاع الشجرة. طيب لو احنا حد سألنا مس إيمان القشرة اللي هي أو القشرة أو الجزء الخشن اللي بيغطي الشجرة من بره bark. bark طبعا بعض الناس بيسموه اللحاء, وهو علميا مش اللحاء, يعني الجزء اللي بيغطي الشجرة من بره اللحاء. yes the outer cover of a tree اللي هو like our skin, عامل زي البشرة عندنا, بيبقى خشن كده وبيحمي الشجرة. تمام طيب عندنا كمان لو في أنابيب بتوصل الغذاء من الشجرة من الجذور للأغصان بنسميها tubes. تمام, السائل اللي موجود في التيوب هو سعر SAP اللي هو كمان بالنسبة لنا اللي هو يعتبر العصارة. تمام طيب فاحنا قلنا بعض استخدامات الشجرة, هنكمل مع بعض. قلنا بتساعد الأرض في انها تنفس وبيمنع الاحتباس الحراري اللي هو global warming. It has been said that more than 5,000 things in everyday use are made from trees. تخيلوا 5000 حاجة في الاستخدام اليومي are made from, واحنا ما قلناش made of. هنا made from لان اكيد شكل المادة بيتغير. Here are a few of them. بعض الحاجات زي furniture الاثاث, sports equipment معدات الرياضة, ولاحظوا كلمة equipment ما تتجمعش كمان, pencils, magazines مجلات, and newspaper, cardboard boxes. خلي بالنا كلمة cardboard اللي هو طبعا الورق المقوى, ورق الكرتون, cardboard boxes, musical instruments اللي هي الآلات الموسيقية إذا كان بيانو أو جيتار أو كمانجا أو كذا, حاجات دي كلها طبعا بيخش فيها الأخشاب بشكل كبير. And believe it or not, some kinds of toothpaste, some kinds of toothpaste, بعض أنواع معجون الأسنان بتصنع من الأشجار. In addition to these uses, بالإضافة إلى هذه الاستخدامات, in addition to, زي ما شايفين كده كرابط بعديها شبه جملة, trees also give us valuable chemicals, الأشجار بتدينا كمان valuable chemicals يعني مواد كيميائية قيمة.
زي ايه بقى؟ زي تربنتاين زيت، تمام، النوع من انواع الزيوت which is used as a او as a paint remover، بيستخدم او as paint remover بيستخدم كمزيل للطلع. نخلي بالنا كتير قوي ونركز في الاستخدام هنا، paint remover مش removal مثلا، لا paint remover مزيل للطلع للدهانات اللي هو نوع الزيوت اللي هو turpentine. is made from the sap of trees، الزيت ده مصنوع من ساب عصارة موجودة في الأشجار، sap of trees هي عصارة الأشجار. sap can also be used to make rubber، صاريمه كمان في صنع المطاط. لاحظ كلمة make rubber مش كلمة do rubber. if wood is heated، لو تم تسخين بقى الأخشاب، chemicals are produced، بيتم إنتاج مواد كيميائية which can be used to make medicine، تستخدم في عمل الأدوية، and some kinds of plastic، وبعض أنواع البلاستيك. wood products، منتجات الأخشاب، can also be turned into paper، تحول إلى paper، قلنا الورق، cardboard، قلنا ورق الكرتونة، ورق مقوى، and materials from which clothes or clothes can be made، ومواد كمان نصنع منها بعض الملابس. You may be surprised to hear that، قد حد يندهش ان منتجات الاخشاب wood products are also used in some types of ice cream and other foods. يعني مس ايمان، يعني يا ترى انت شايفه الحاجات دي acceptable؟ acceptable yeah, something strange، بس ممكن جدا ان احنا نستخدم فعلا بعض حاجات من الخشب بتدي ليها تيست معين. بلس ان اكيد التري يعني الجزء الخشبي اللي موجود فيها بينقل الغذاء والطعام بتاعها، فممكن يكون مفيد جدا في الاكل لو هو طبعا بروسيسد بطريقه معينه او تم تصنيعه بطريقه معينه تكون قابله للاكل. واحنا نروح بعيد ليه؟ ما احنا بنستخدم الفروتس نفسها ما جايه من الشجره. من الشجره بالظبط. خلاص الفروتس موجوده في الايس كريم بنكهات الاطعمة مختلفه يعني. طبعا. ممكن بالاضافه للناتس كمان. تمام؟ فيعني مش هنستغرب يعني. طيب تعالى نكمل كمان الجزء ده، بيقول لي so the next time you are reading، بيقول لنا بقى كنصيحه كلنا بقى، المره الجايه احبائي وانتم بتقروا a newspaper او بتذاكروا في الكتب بتاعتكم، eating an ice cream، playing the piano، or cleaning your teeth او بننظف اسناننا، just stop and think، نقعد نفكر شويه. How would you manage to do these things if there were no trees؟ كان ممكن نعمل الكلام ده ازاي لو ما كانش فيه أشجار؟ أكيد نستنتج من الكلام ده إن trees are very very important in our life، مهمة جدا في حياتنا. تمام؟ شايفين طبعا fruits، شايفين buildings and so on. تعال نشوف بس إيمان سريعا كده definitions بعض الكلمات. قلنا من شوية كلمة bark، قلنا it is the material that forms the surface of the wood of a tree، اللي هو الجزء، يعني المادة اللي بتقوم بتكوين الجزء الخارجي من الخشب بتاع الشجرة. يس، قلنا تجاوزا كده اللوحة بتاع الشجرة. طيب calculate، calculate means find out something or measure something using numbers، يعني نحسب. يس، طب ايه الفرق بين كلمة calculate وكلمة count؟ count يعني عد بدون ما يكون في عملية حسابية معينة، يعني 1 2 3 كده counting. لكن plus و 5 مثلا multiply 6 ده هيبقى بالنسبة لنا ده كده calculation. calculation yes. يبقى calculate يحسب. extract، extract means remove something، يعني يستخلص من شيء بالضبط او يزيل شيء. harden، harden become hard، ده verb يعني بقى. ده verb طبعا من كلمة hard اللي هو حاجة صعبة أو قاسية، بناخد الverb منها كلمة harden، يعني يخلي الحاجة صلبة أكتر. يصبح صلب. تمام. طيب عندنا كمان كلمة ring في المضمون هنا. ring أكيد طبعا كلمة ring. معناها مثلا دوائر معينة. الدوائر دي بتبقى لو خاصة بالtrees، يبقى احنا بنشوف الدوائر اللي موجودة في الخشب لما نعمل مثلا قطع كده في الخشب بتاع التري، هنلاقي هي متقسمة لمجموعة من الرينجز بيتحسب منها عمر الشجرة. طب what do these rings indicate Ms. Iman؟ They indicate how old the tree is، يعني هي عمرها قد ايه او بقالها قد ايه عايشة. You mean the number of rings tells us the age of a tree. زي ما شفنا كده يا احبائي، لو احنا قطعنا قطع عرض كده في شجرة
هنلاقي ان فيها رينجز حلقات او دوائر. The number of rings عدد الحلقات اللي في الشجرة اكيد هو بيبقى عمر الشجرة اللي هو the age of a tree. Each ring represents or stands for a year. كل حلقة بتمثل او بتقف لسنة. تمام؟ طيب. Sometimes we find wider rings. Some other times we find narrower ones. Yatara, what does this tell us? Yeah, I think it tells us about the nutrition أو طريقة الغذاء بتاعت الشجرة. Yes, or the climate نفسه. أو ال weather. هل كان في مية كتير؟ ما كانش في مية كتير؟ كان في وقت جاف أو لا؟ ده كله بيشير لي ال rings وطريقة التدويرة بتاعتها. Yes, يعني تقصدي لو كان حلقات واسعة معناه كده إن إحنا عندنا الشجرة كان في الوقت ده كان في طبعا a lot of rain, كثير من المطر, لكن sometimes we find that trees or rings are narrower, وده معناه ان كان some kind of drought, كان في نوع من انواع الجفاف, عشان كده الشجره طبعا بتتاثر اكيد. وطبعا ده بيقول لنا ان trees are keys to history. Trees are keys to history, اللي هي الاشجار مفاتيح للتاريخ. نعرف بس مش بس المناخ وهكذا, نعرف كمان حاجات اكتر واكتر بدراسه الاشجار. هنكمل على الشاشه. عندنا شفنا كلمه رينج, قلنا align in the shape of a circle, خط طبعا بشكل دائري زي ما قلنا خاص بالشجره. هنا قلنا كمان كلمه tube, a pipe or a narrow tunnel, especially one that liquids or gases go through, انبوبه. With the distance from one side of something to the other, العرض أو الاتساع. Cardboard, very thick paper used especially for making boxes. Yes. ده طبعا اللي هو الورق الكرتون. Yes, اللي بنستخدمه على شيء المقوى, بنستخدمه مخصوص عشان نعمل بيه صناديق. Yes. Rubber, something made from chemicals or the juice of tropical trees that is used to make tires, boots, etc. اللي هو المطاط في طبعا عمل كاوتش السيارات وعمل نعال الاحذيه and so on. تمام. طيب عندنا كمان كلمه sap. Sap, the liquid that carries food through a plant, يعني ده السائل اللي بيحمل الاكل للشجره بقى عشان يغذي بقيه العصاره بتاعت الشجر. Turpentine, a strong smelling liquid used for removing paint, ده سائل بنستخدمه علشان نشيل البينت او الدهان او الطلاء, وطبعا بيكون ليه ريحه قويه جدا. Yes, valuable, very important or worth a lot of money, حاجه مهمه جدا او ليها قيمه غاليه بالفلوس. Yes, عكسها طبعا كلمه valueless. تمام. طيب هنخش بقى على التمارين سريعا كده ونشوف احنا الكلمات اللي درسناها شكلها ازاي. أول جملة بتقول لي by early November it is getting cold and the trees are starting to lose their يعتبر branches, leaves, roots and roots. مكرمة روتين. اوكي. Leaves اللي بتشير طبعا بتنزل او بتسقط الاوراق بتاع الشجر بتاعها فبنقول leaves. Yes. Number two, this question remains space since no one in the class understands it. Remains unanswered. يعني ما حدش قادر يجاوب عليه. عرفت منين طبعا؟ علشان بيقول no one in the class understands it. Yes. Space is sometimes used for removing paint from brushes. طبعا لسه اللي مركز معانا هيعرف ان احنا قلنا ان turpentine is a remover او a paint remover, فهو اللي متناسب مع المعنى هنا. طبعا بيستخدم في ازاله الطلاء من على البراش الفرشة. Yes. The space are the parts of trees that grow under the ground, under the ground and find water. Roots اللي بدبل او هي اللي grow under the ground اللي هي طبعا الجذور بتاعت الشجره. Yes. Both the cars involved in the accident look badly and damaged or managed, protected, fixed. Damaged الاختيار A معناها حصل car accident والاثنين كان مدمرين بشكل سيء جدا. Yes. The rocket left the Earth's space at high speed. The rocket left the Earth's atmosphere at high speed. يعني ثابت الغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة شديدة جدا. Yes. Most car tires are made of space compounded with other chemicals and materials.
رابر، وده لسه كان مستر محمد ورانا التعريف بتاعه اللي هو المطاط مصنوع منه التايرز with other chemicals اللي هو اختيار C. She was space through the magazine looking at the pictures running, walking, leaving and leafing. She was looking, sorry معلش I'm yes through the magazine وبعد كده looking at the pictures بتألف الصفحات اللي هي دي leafing. Oh, leafing. Yes. Leafing بمعنى يقلب الصفحة. Yes. ورقة أو لو شلنا الاي ان جي فكلمة leaf بمعنى ورقة. هي ورقة. Yes. Mm-hmm. فهنا استخدمناها كفيرب اللي هو يقلب الصفحات. Mm-hmm. My new trousers are too long, so my mother is going to space them for me. Too long يبقى احنا مطلوب ان احنا نقصرهم. يبقى my mother is going to shorten them for me. Yes. يبقى shorten يقصر. وكلمة lengthen يقوي طبعا. تمام. وديبن يعمق. اعمق. ووايدن يوسع. Yes. They went swimming at a spot where the river widens, shortens, lengthens and protects. Where the river widens. يعني نروح مكان واسع يا سيمان ولا ولا اكيد طبعا لان مش هيكون في كلمه شورتنز. تمام كده. تمام. ومش هيكون في كلمه لينثنز لان شورتنز يبقى قصير. لا هم روحوا مكان يبقى النهر واسع او واسع. النهر مثلا ضيق صح كده يعوموا فيه. Yes. 11. The process by which a plant uses the energy from the light of the sun to produce its own food. Analysis photosynthesis ولا paralysis. طبعا photosynthesis اللي هو عملية التمثيل الضوئي. Yes. The hard outside part of a tree is called the space. Bark. الجزء الخارجي الخشن في الشجرة هو bark B for book اللي هي دي. اللي لها معنى تاني بقى اللي ينبح. ينبح اللي هو نباح الكلاب. Yes. إنما الأولى دي أو اللي هي سي بارك يعني يمكن العربية أو حديقة. Yes. أو ممكن لو verb يبقى جملة يمكن. كمان بتقول لي every year the cells under the bark of a tree space and become nude. كل سنة the cells الخلايا الموجودة تحت اللحاء bark. طبعا بتبقى harden. صلبة وتصبح خشب جديد تبقى كلمة harden اللي هي الأولى. Yes. Space are the flat green parts, الجزء الأخضر المنبسط, at the ends of the space of a tree. Leaves. At the ends of the tree عموما, ما فيش جزء تاني اللي هو إيه, leaves طبعا. Leaves are the flat green parts at yes, the end of the tree. Yes, ما فيش فراغ تاني, الجزء التاني, yes. This road is too narrow for all today's traffic. الطريق ده ضيق لكل وسائل المواصلات. So they are going to, إذا كان narrow يبقى widen طبعا widen بمعنى widen it يوسعوا الطريق. Yes. A fruit grows in a plant or tree and has space inside. Seeds اللي هي البذور. Yes. Seeds اللي هي البذور. Seed. Every year trees grow extra space of new wood. Extra ring. Yes. Of new wood يعني بتعمل ring زيادة من الخشب. زيادة من الخشب. Yes. The space of the trap will depend on people's interests and the weather conditions. الرحلة قلنا تعتمد على people's interests اهتمامات الناس وأحوال الطقس. The length of the trip. Yes. اللي هو يعني طول الرحلة. المدة بتاعك الرحلة. Yes. طيب كلمة length يا مس إيمان قلنا إن هي noun. قلنا lengthen. الverb طبعا الverb. يطول. تمام. والصفة أكيد كلمة long. Long. Yes. طيب كلمة height بقى يا ترى الصفات منها كلمة height هي طبعا noun. معنى طول اللي هي النون و high اللي هي الصفة H-I-G-H. Yes. يبقى مهم جدا نخلي بالنا ان الصفة H-I-G-H وكمان كلمة tall نفس الموضوع. طيب. يبقى كلمة high او كلمة tall الاثنين النون بتاعهم كلمة height, height. طيب عندنا كمان كلمة depth قلنا الاسم طبعا ولكن الصفه كلمه ديب والادجكتيف سوري والفيرب ديبن اللي هو يعمق. The film is so popular that the queues to see it الطوابير every day.
الفيلم لا. لشهرة أو محبب للناس. فالطوابير بتطول كل يوم، فطبيعي هنقول lengthens يعني بتتمدد أو بتطول. يس، يبقى هي المفروض كلمة كمان lengthen من غير الاس عشان طبعاً كيوز جمع. تمام. أوكي أحبائي، يبقى دي الاختيار. The more rain there is in a year, the space the tree rings are. طبعاً قاعدة كلما. تمام. تفضلي. The wider the tree rings are. كل ما بتوسع أو بتكون أكتر اتساعاً. يبقى كل ما كان فيه مطر، كل ما كان حلقات أكثر اتساعاً. طيب لو قلت مثلاً the less rain there is in a year، تبقى the narrower. Narrower the tree rings are. تمام. كلما نحط كلمة ذا وبعديها مقارنة، بعديها مقارنة وليس تفضيل. طبعا في كمية المطر مور أو لس كمقارنة، والصفة هنا التانية يا إما وايد بقت وايدر أو نارو بقت narrower. تمام، يعني ما قلناش narrowest ولا widest. 21. The old bridge over the river is very weak. They will have to space it soon. To strengthen it soon. ليه strengthen؟ لأنه very weak. محتاجين إن إحنا نقوي. Yes. وأكيد طبعاً الverb weaken ليه يضعف. يضعف. When a thin piece of wood is removed from a tree, a lot of damage is spaced to the tree. A lot of damage is made. هنقول طبعا كلمة ضان، ايه رأيك؟ عشان كلمة دو مرتبطة بالكلمة اللي قبليها. كلمة دو دامج. تمام، هنقراها مرة تانية. دو دامج طبعا. هنقراها مرة تانية. When a thin piece of wood is removed from a tree, a lot of damage is done to the tree. طبعا yes. عندنا كلمة دامج بيجي معها الverb do، فالاختيار السليم فعلا done. Yes. 23. He built up his space by going to the gym every day. بنى ايه بقى؟ He built up his strength. أيوة، قوته by going to the gym every day. You have to start getting space about your studies. You have to start getting about your studies getting serious. أيوة. يعني تكون أكثر جدية وتتعامل بطريقة أكثر جدية لدراستك أو تجاه دراستك. Plants space carbon dioxide during photosynthesis. Plants بتمتص طبعا، طبعاً absorb. أيوة. absorb، معلش عشان كنت بقراهم. yes. absorb يعني يمتص الكربون دايكسايد، لأن هي بتتغذى على ثاني أكسيد الكربون. yes. during photosynthesis، أثناء التمثيل الضوئي. yes. ولو طبعا كلمة take in بقى، مش take إيه، مش take out. مش take out. آه طبعا. yes. engineers acted quickly to repair the damaged water space. مهندسين بيعملوا بسرعة كي يصلحوا water pipes. yes. اللي هي مواسير أو أنابيب المياه. اللي هي B. space is the liquid that carries food to all parts of a plant. sap اللي هو P4 pen اللي هي اختيار A. yes. العصارة، عصارة الشجر. yes. إنما كلمة sap SOB معناها يتناهد او يعيط، وساعات بيستخدموها في يعني. بالضبط، يستخدموها في ساب اوبرز اللي هي المسلسلات الحزينه. yes. keep space from the edge of the cliff or you will fall down. ابعد عن، يبقى keep away from. yes. يعني keep تبعد from عن حاجه، عن حافه الكليف، من حدر الصخري. or you will fall down، والا ستسقط. 29. When used twice a day, this space can make teeth appear white. استخدم مرتين في اليوم هيخلي الأسنان تبدو أكثر بياضا. طبعا التوث بيست. توث بيست. طبعا الأولى توث بيك اللي الخلة بتاعت الأسنان، لكن توث بيست اللي هو معجون الأسنان. She carefully measured the space and width of the room. She carefully measured. يا ترى بنقيس ايه؟ الاتساع وايه؟ Length. أيوة. Length and width. طول والعرض. Length اللي هي دي. Scientists fear that. العلماء خايفين اني warming has gone beyond the point of no return. تعبير ده حلو جدا. جدا. اللي هو has gone beyond the point of no return. يعني يصل لنقطة اللا عودة. نقطة اللا عودة.
global warming طبعا اللي هي المشكله اللي بتعاني منها البيئه. الاحتباس الحراري اللي هي سي. Rings of new space grow in a tree each year. Rings of new يا ترى وولز ولا وود؟ wood. اكيد طبعا خشب طبعاً. حلقات الخشب بتنمو كل عام. The space road made it difficult for other cars to pass. Made it difficult طبعا خلت الطريق صعب فthe narrow road. Yes, الطريق الضيق. Trees help to space carbon dioxide from the atmosphere. Helps remove انها تزيل الكربون دايوكسيد from the atmosphere. بتشيل الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون لانه مضر طبعا للبيئه لو هو تزايد يعني. Yes. Goats and other animals can kill trees by damaging their bark. اللي هي سي. Yes, bark اللي هي بعض الحيوانات بتاكل البارك أو بتاعتها. بتقتل الأشجار بأن هي بتأكل اللحاء بتاع الشجرة. If you want to learn to play a musical space well, you must train hard. Musical instrument yes. يعني أداة موسيقية وطبعا دي اختيار دي. Yes, الأداة الموسيقية كلها دايما بنقولها musical instrument. If you can't give up smoking altogether, you should at least try to cut down يعني يقلل من كمية التدخين لأنه هنا بيقول if you can't give up smoking أنت مش قادر تبطلها يبقى الحل البديل نقللها yes. تمام فنقول طيب فبدأ. إيه رأيك ناخد اتصال we have مدام أسماء. مدام أسماء زي حضرتك. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش انا كنت عايزه اعرف الامتحان بيبقى فيه في الترانسليشن سواء من انجلش لعربي او عربي لانجلش بيبقى فيه قطعتين واحده بنختار واحده فيهم. هل لو حليت الاثنين بياخدوا الاعلى درجه ولا بياخدوا بس اول واحده؟ تمام. اكيد طبعا يعني احنا هنحل كل امتحان وبنشوف الدرجه الافضل يعني. يعني في العربي مثلا عندي جملتين المفروض ان انا احل واحده وحسب على واحده المفروض. ولكن النصيحة طبعا لكل الطلبة لا أحل الاثنين واللي فيها لأن كلها يصحى أو كلها يقيم يعني والدرجة الأعلى هي اللي بتتحسب. طيب كان في أسئلة بعد إذن حضرتك. اتفضل. طبعا choose the mother asked her daughter. Mother asked her daughter. Asked her daughter. Miss Iman. Miss Iman. How she? Miss Iman. Yes. Okay. Yes. Mother asked her daughter. Her daughter. How she وبعدين there on which her mother-in-law how she وبعدين أيوة. On with on which on with sorry on with her mother-in-law on with أيوة her mother-in-law أيوة A will get B gets لا بعد mother-in-law full stop ونبتدي الاختيار مش كده؟ أيوة طيب أول اختيار will get will get B gets gets C got got D can get D can get okay yes يبقى الجملة زي ما حضرتك شايفاها كده مدام أسماء بتقول the mother asked her daughter how she space with her mother-in-law. طبعا هنخلي بالنا ان احنا التعبير نفسه كلمة get well with on somebody ان هو يتوافق او يتماشى معاه بشكل كويس. فواضح ان الام بتسأل بنتها يا ترى عاملة ايه مع حماتك. تمام؟ فاحنا بالنسبة لنا لازم نخلي بالنا الجملة دي لما الاقي كلمة asked زي كده اكيد ادور على الجمله دي هل دايركت ولا اندايركت. طالما ما فيش الكونفرتد كوماز او الكوتيشن ماركس يبقى الكلام ده بالنسبه لنا اندايركت سبيتش كلام غير مباشر. كلام غير مباشر يبقى احنا بالنسبه لنا بنركز على اربع نقاط اساسيه جدا. اولها اللي هو الانتدكتوري فيرب اللي هو كلمه اسكت او اسكت. الكلمه دي اصلا باست ماضي. طالما كلمه اسكت ماضي فاحنا بنقول دايما الباست اتراكتس باست. الماضي بيجلب ماضي او الماضي بيجيب ماضي بعد منه. لو دورنا في الجمل اللي بعد كده هنلاقي كلمه well get ده future هنلاقي gets ده present. تمام.
هنلاقي كلمة كان جات ده بالنسبة لي برضو some kind of future فأصبحت كلمة got. Mother asked her daughter how she got on well with طبعا with in with her mother in law وفقا للقاعدة طبعا تمام وفقا للقاعدة أدم asked ماضي هستخدم كلمة got ماضي تمام شكرا شكرا في جملة تانية شكرا أهلا شكرا لاتصال حضرتك نرجع لمس إيمان وكنا بنتكلم على الجمل أو الحاجات اللي طبعا التمارين الخاصة بالوحدة وإحنا يعني بنحاولنا إن إحنا بقدر الإمكان نقتصد في القراءة من خلال أمثلة يعني قلنا إن لما نسأل أسئلة كتير فإحنا يمكن كل الكلمات اللي عايزين نقولها للطلبة أحبائنا بنتعرض لها في خلال سؤال وبنقول المعنى بتاعها وبنحاول نوضحها لكم فكان آخر سؤال عندي كان كلمة أو هيبان على الشاشة قدامكم قلنا if you can't give up smoking لو مش قادر تقلع عن التدخين all together كلية يعني you should at least try to cut down انك تقلل عدد السجائر طيب جملة كمان بس إيمان بتقولي this jacket is long I'd like to have it spaced by about 2 inches shortened لأنه هو long فاحنا we need to have it shortened جملة كمان the world's tallest tree is nearly 84 meters طول بمعنى ان الشجره دي طولها the world's tallest يبقى طولها 84 متر يس الناس ممكن تستغرب ازاي يعني الشجره وكلمه طول عندنا البشر عموما او الاشخاص عموما هم طول خلاص طول مان طول بوي طول جيرل اند سو اون يبقى الاشخاص طول حياه الثوابت اللي ربنا خلقها كده زي الجبال مثلا تبقى هاي هاي ماونتنز دي ثابته ودي ثابته يبقى طول مع الاشخاص وكلمه هاي مع الجبال لكن اي شيء تاني اذا كان انسان اذا كان حيوان او نبات يعني او كان حتى جماد الحاجات دي كلها بتبقى صغيره وتعلى او تكبر دي بنستخدم فيها الاثنين يعني مثلا مبنى بيبقى دور وبعد كده اثنين وثلاثه وهكذا بيبقى ممكن اقول هاي بيلدينج او تول بيلدينج شجره بتبقى صغيره وبتكبر فممكن اقول تول تري وهاي تري يبقى الحاجات كلها ما فيش مشكله بين كلمه تول وكلمه هاي لكن اشخاص تول وجبال كلمه هاي غير كده الاثنين اوكي عشان كده قلنا الشجره هنا 84 مترز تول اتفقنا طبعا بنبص من تحت لفوق بنقيس طول الشجره بالمترز طبعا طيب بص كمان على الشاشه بيقول لي the ambulance arrives or carries a lot of medical equipment يعني حاجات ادوات طبيه معدات او ادوات طبيه يس every year soft space below the park of a tree from new wood soft cells yes. below the bark of the tree خلايا جديدة اللي هي بي الخلايا yes. احمد used paint not to prepare the old walls for repainting يعد الحوائط للطلاء مرة تانية يبقى استخدم مزيل للطلاء اللي هو ريموفر بيشيل الطلاء القديم فpaint remover yes I want to climb to the top of the mountain I really don't like بحبش الارتفاعات أو الأماكن العالية heights heights اللي هي دي I'll have to space this dress in at the waist it is too big لازم طبعا to shorten ان yes. اقلل المساحه بتاعته لانه too big yes only very small boats are allowed to pass through this space channel small boats كان small يبقى boats يبقى طبعا حاجه صغيره يبقى yes. narrow channel yes plants capture space energy and use it to make simple sugars during photosynthesis plants capture solar energy الطاقة الشمسية بتتغذى على الشمس. Yes. The strong police presence only space the tension among the crowd. طبعا lightened the tension. ايوه يخفف طبعا. يخفف الضغط او التوتر بين الجماهير. اوكي. اكيد بس ايمان الواحد لسه فيها كتير وخاصة الجزء الخاص بالجرامر اللي هو conditionals ولكن عزائنا طبعا هي موجودة في الوحدة كمان ال 18. فالمره الجايه ان شاء الله نناقش جرامر 16 مع 18 بالمره ونبقى كده يعني لحد ما نبقى كمان قربنا نخلص المنهج باذن الله ان شاء تمام؟ الله باذن الله احنا نسينا بس ايمان معلش احنا طبعا يعني اعذرونا احنا نسينا نهنئ كل الشعب المصري وكل قواتنا المسلحه
بعيد تحرير طبعا سيناء الحبيبة ورجوعها لأرض الوطن اللي هو 25 إبريل من كل عام طبعاً. فكل عام ومصر بأمن وأمان أمين. وجيشها وشرطتها وكل شبابها في وكل طبعا أهلها في صحة وعافية. فطبعا مرة تانية تمنياتنا ليكم بدوام الصحة والعافية. وشكرا مس إيمان على مجهودك الرائع. وثانكس ألوت أول ذا بيبل بيهايند ذا كاميرا and to all of you our students next time inshallah wait for us and until that moment good luck and goodbye.